90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هذه في 90 دقيقة. شكرا على المتابعة. ضيفنا اليوم باش يكون العياش الزمال، رئيس لجنة الصحة في البرلمان. بداية ماضي ساعة وباش نحاولوا يكونوا معنا بعض النواب الآخرين من بقية الجهات، نحكيوا على القروان، نحكيوا أيضا على جهات أخرى. الحماية المدنية تتدخل مثلا لإسعاف عائلة كاملة مصابة بكورونا في القروان ومنوبة. ردوا بالنا، ردوا بالنا على الأخر. هذا حتى الحديث اللي أكدوا الوالي الإي أف أم أحلام العبدلي. مرحبا بيك. مرحبا بيك. السياسة معاك اليوم، حوارات وحكايات ومقابلات، وكيفاش قاعدة تتبعها؟ نتبعوا في الحوار على الحوار. ونفيت هو توا ما احنا نحكيوا على الحوار الوطني، توا هذايا حوار ليسبق الحوار الوطني، لكن الحوار هذايا بدا بلهجة تصعيدية خاصة من طرف حركة الشعب وحركة النهضة. كل واحد يحط في الشروط متاعه. حركة الشعب تشترط رحيل المشيشي، وحركة النهضة تشترط عدم الشروط من أجل الدخول للحوار. باش نسمعوا أكثر تفاصيل، وبطبيعة باش نرجع للقاء قيس سعيد بريضة لينين البارحة في قصر قرطاج. خليل، شحوالك؟ صباح، حكيوا على القهوة البارح، حكيوا على القهوة قيس سعيد ورضا لينين، نعرفك مغروم برشا بالقهوة. ثم بعد نرجعوا للتفاصيل. شكيب اهلا وسهلا. العرب عموما. اي مرحبا شكيب، عسلامه شكيب. شحوالك شكيب؟ بعد شلعتك على القهوة؟ اثرت قهويجه. حبيت نقول لك حاجه، ما فعلا العرب تلمون مغرومين بالقهوة، اعطوها الف اسم واسم، حتى قصه اسمها الشمول. فما شو يقول لك شراب وغيره وخمره، تجمع. يقول لك لا، هي اسم من اسمها القهوه، والشمول خاطر تجمع شمل الناس بما فيها قيس سعيد ورضا لينين. طارق اهلا وسهلا. مرحبا. البدايه باش تكون معك طارق، باش نرجعوا على تفاصيل الوضع الوبائي والصحي في تونس. دونك انا باش نحكي على الوضع الوبائي والانتشار السريع للكورونا، وباش نرجع خاصة على الارتباك الموجود في الـ في الـ في الـ يعني تصرف السلطات عموما المشرفة على الوضع. باش نركز خاصة على التناقض الواضح بين رئيس الحكومة ووزارة الصحة، اللي أدى لقعد أدى الوضع متاع صمت، وأدى لمزيد الانتشار متاع الوباء بشكل سريع. لكن قبل ذلك فما خبر خرج اليوم حول أنه ربما سبب من الأسباب الانتشار هو اكتشاف أن السلالة الهندية موجودة. هل موجودة السلالة الهندية ولا خنثبتوا من المعطى هذا ساعة، ومن بعد نمشيوا للتحليل بقية المعطيات. ناس مول هيش ميلوزي سلالة هندية ما صارش، صار غلطة في دكتور مورالي كيف جابش يقول سلالة برازيلية قال هندية، وما فماش سلالة هندية اللي توجدت في البلاد التونسية إلى حد الآن. ثم حالة صحيح جديدة كشفت بعد التقطيع الجيني طوال البارح ولا أول البارح، اللي هي برازيلية، وهو واحد مسافر جاء وصار التحليل ولقينا السلالة هذية، وهو طوى معناها في صنخ بيزولمو احنا نقوله في المهدية. ما صارتش انتشار حوله في حالات أخرى، وهذا أنت إيجابي. هو جاي من الخارج وكانت عنده معناها PCR كانت إيجابية، وكي صار التقطيع الجيني والتقطيع وراء اللي هي سلالة برازيلية. دكتور هشمي الوزير رئيس لجنة التلقيح، أيضا هو مدير معهد باستور. دونك طارق، ما فماش السلالة الهندية، فما البرازيلية. ما فماش الهندية. مهم راه التدقيق في الفاريون هذوما، خاطر بعضهم يبدو فيرولون أكثر من بعض الآخر، وجب ربي ما فماش. هذا اللي صاير من غير الهندية وبشوية برازيلية وبأغلبها بريطانية وأساسا صينية، لكن في النهاية الانتشار كبير برشا. أنا نحب نرجع باركونتر عمق أزمة حقيقية موجودة في المانجمنت متاع الحكاية هذه بكلها على بعض. نحب نرجع البيان أصدرته رئاسة الحكومة في 19 جوان اللي فات. البيان يعلن الحجر الصحي في كما يقول هو الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن على 100,000 ساكن. هالثريش هولد هذي متاع الاليرت وقتاش تقرر؟ وقتاش الحد متاع الخطر ولا 400؟ راهو وزارة الصحة نهارين هذوما برك في بيان نهار 21 جوان تعاود تذكرنا بالثريش هولد، بالحد المعتاد العالمي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، اللي هو 100 حالة لكل 100,000 سكن. علاش قاعد نركز على الموضوع هذايا؟ على خاطر راهو الانتشار اللي صار في القروان حكينا عليه، تتذكر عنا 3-4 جماعات وقتها ديجا فات 100، في حدود 120 حالة لكل 100,000 سكن.
فما قرار سياسي فرض على اللجنة العلمية وعلى التوجه متاع وزارة الصحة أنه الحد الجديد ما عادش يولي 100 نحالة لكل 100 ألف ساكن يعني 10%، بل يولي 40% يعني 400 نحالة لكل 100 ألف لكل 100 ألف ساكن. وذلك علاش كانت فما حالة متاع أكل لا مبالات يتفرجوا كي مشى وزير الصحة، وهذا معطى متأكد منه وموثوق. كي مشى وزير الصحة القروان نهار 6 جوان صار قاعدة اجتماع جلسة حضر فيها الوالي مع نواب الجهة مع المدير الجهوي للصحة مع عدد من الناس، وطلب وزير الصحة بناء على المرجعية هذه أنه 100 حالة ل 100,000 ساكن سي نبدأ نسكر. رفض الوالي بحضور الناس هذوما القيام بأي تسكير، وتم دعمه من رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي. السيد هشام المشيشي اللي البارح وقت اللي مشى لأحد الإذاعات الزميلة استم يعني سؤاله حول الوضع، ايش قال؟ قال ان الوضع ضاحكا ومنفرج الاسارير واتسترا، فك الحوار بتاع البارح قال لهم الوضع راهو ستابل مرتفع اما ستابل. ما فهمتهاش انا الحقيقه هذه مرتفع اما ستابل، راهو الوضع مرتفع وما هوش ستابل من اخر افريل بدايه جوان، وكانت فما مؤشرات واضحه للخطوره. الوضع ستابل الوحيد ربما لسيه هشام المشيشي هو حاجه برك، وضع ستابل متاعه هو وضع الحزام متاعه السياسي، الكرسي متاعه ستابل اي هذا واضح. اما الوضع في البلاد في خص الكورونا ما هوش ستابل سي هشام. القروين كما قلت لكم وحدات الحمايه المدنيه دخلت في ساعه متاخره البارحه لنقل عائله مصابه بالكورونا، من بينها رضيعه تعكرت حالتهم الصحيه دونك لا فالو باش يمشيو للسبيطار. المنوبه 100 اصابه بفيروس كورونا وخمسة وفيات جديدة، ونسبة امتلاء السبيطارات وصلت طاقتها القصوى. منوبة نذكروا خلودوين منوبة، منوبة لهنا راه تونس الكبرى راه، وحتى حد ما يقول لي منوبة توا منوبة فاتت سايي وضعية الاليرت اللي نحكيوا عليها 100 بحالة 100,000 سكن سي نورمالمون الوضعية الحمراء كما تقول منظمة الصحة العالمية. مش سي هشام المشيشي يقعد مع أربعة وزراء وهو والمستشارين بتاعه يقرروا وحدهم دون أي أسس علمية الثريش هولد الجديد وقتاش أنت تبدأ حالة الخطر. ماكش أنت ما عندك حتى صفة باش تقرر الحاجة هذي. بيه شكيب احنا جاي بحثين العايشي زميل رئيس لجنة الصحة في البرلمان ماضي ساعة باش نسألوه على مآل الأموال المرصودة لتطوير المنظومة الصحية سبيطار القروين لي زومبولونس اون فيغ لو بوارا على الفلوس، خاطر حاجة تقهر على الآخر موجودة ماهمش متفاهمين وقتاش باش يعملوا لابيل دوفر وكل. خلينا نشوفوا هل صرفت هذه الأموال في بقعتها على خاطر الوضع مستعجل ومتردي. ونرجع ونقول لك وهذا مهم اللي قلته، هذا مهم، الدولة يلزمها تصرف فلوس، يلزمها تجيب حتى لو حطت بين قوسين مش الدستورة، حطت بين قوسين هالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. نتمنى سي هشام المشيشي يقول فيما يهم الصحة لا عمل بإجراءات الصفقات العمومية، الاقتناءات بشكل مباشر على السريع، أكسجين، ديزومبولانس، السر اللي هو هذا واحد. ما تنساش حاجة ونعاود نرجع ونعرف أما الناس على عصابها وتغشت من الموضوع هذا، ما يخرج حتى طبيب من البلاد حتى ربي يرفع عنا وباء الكورونا. نرجع ونقول لك ديما كالجملة الذهبية، تستي إيزولي تريتي سيكونسي، هذا هو المطلوب وأكثر من هكا. الأمر قبل ما يكون في العلاج وفي التداوي يلزمك الإجراءات متاع التباعد ومتاع الماسك ومتاع العزل كلها تنطبق بأثر قوي جدا وفوري. أنا شفت النقل العمومي في الواجهات وشفت كيران ما عادش ناس تلبس في الماسك، هذاك علاش فما شفت شكون اقترح أنه الجيش يهبط مع الامن وفرق مشتركه انه اي لواج فيها ناس ما همش لابسين لي بافيت تقف تتخطى وكل واحد حمل مسؤوليه. الكيران حتى لو زحمتها يا سيدي بالحد الادنى ناس تلبس لي بافيت، اسواق ما فماش، اعراسنا ما فماش، حمامات مسكره. الاجراءات هذه تتطبق الان بالقوه وبالشوكه وبالاراده اللازمه على الاقل علاش باش ناخروا ونخففوا من انتشار الكورونا الى حين انه تتلقح الناس. ولهنا نقول لك يا عيب الشوم على الفرنسيس، بعثينا عادة واحد كي يهدي لتوانسة حاجة يهدي أفضل ما عنده مش يهديونا لاسترازينيكا فضلتهم، لأنه الفرنسيس معاش حبوا يتلقحوا بالاسترازينيكا خوفا من الاسترازينيكا يكملوا هو يلقحوا في الصغار يبعث لك في الاسترازينيكا يحتفظ بالفايزر
وبالمودرنا ويبعث لك لاسترازينيكا. باهي شكيب على حكايه تطبيق الحجر، البارح فما دي فيديو داروا من باجا والناس استحسنت الطريقه، ما نعرفش هذيك فيديو تصورت للغرض باش يوريو للعباد والا مواطنين، ما ثبتش، ولكن اللي ريناه التزام تام بالحق والامن طبق القانون البارح. ارجع شد دارك، سكر الحانوت، البس البافيت، يظن يلزمنا هكره، يظن يلزمنا هكا توا يلزم هكا في الموجه الاولى. اش صار كوامن كوامن في الموجه الاولى اللي بافل بافل شد دارك كذا فضلك يا عايشه حاجه برك بالله فوالا البس هكره. رئيس الحكومه نورمالمون هو يعطي الليد في الحكايه هذه، يقول لي يلزمك، تعرف كيش قال؟ قال الناس ما عادش في الدول العالم الكل ما عادش تلتزم. هذا كلامه رئيس حكومه يقول في الكلام هذا، نورمالمون يقول نحن سنطبق بكل حزم ومدري شنو. وشوفوا شوفوا شوف الفيديو نتاع الهندي هذولي رئيس الحكومه اكثر من هكا. وثاني حاجه التقييد والتلقيح. اما ثالث حاجه بصراحه الناس اللي شاده الضمان نتاع الامور الصحيه في تونس ما هم جديين حتى الطرف. سامحني وقت اللي انت كنا نحكيو في اربع ولايات موبوءه وميتين بالرعب، مرشحه الامور باش توصل ثمانيه ولايات، هاي منوبه خلطت وثم سيدي بوزيد وثم القصرين، يعني هذا وزير الصحه قال عليها ثمانيه ولايات على 24 موبوءه، وانت تخرج تحكي لي على الاستابيليتي، انت كانك راه تشجع في المواطنين تقول لهم سافا الامور لاباس. انا حسب رايي هكا راه مش تجني، هذا مش تجني، هذا معناها ادانه فعليه، لان عندنا مسؤولين ما همش في مستوى الحدث وراهم لايين بحوايج اخرين، وراي الابتسامه هذيك تعني نوعا من الاهمال والتغافل ما حقهاش تصير. اما شفت حاجه في باجا اللي صار، الفيديو اللي صار في باجا انا مهم برشا، وحط الضوء الكشافات على حاجه مهمه. وقت اللي قال مدير مستشفى باجا قال وينهم الاطباء الخواص من دعم المستشفى متاعهم؟ الناس هذه عاشت في باجة وكلات الخبز في باجة وعملت ثروات في باجة، توا باجة عندها حق على الناس هذوما في انهم يجيوا للمستشفيات ويعاونوا الاطار الطبي غاديك في مواجهته للكورونا. تقديري هذا مهم يمشي للقطاع الخاص، مو نحكيو على بي 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 ولا نحكيو على كل ولايه وكل بقعه في تونس خرجت كفاءات وخرجت طبه وخرجت رجال اعمال هكا عدد الناس الكل لازمها ترجع، الناس الكل ترجع للبقعه المضربها لتروا بي اللي كراتو. عرفتك اللي رددوا انه لو بي 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 انه هذا الاستثناء التونسي، هل الشراكه بين خاص وعام يفترض اولى انه تنعقد الشراكه بين خاص وعام البي بي بي هذه على الاقل في مواجهه الكوفيد. باهي قاعدين نتبعوا الدوليه بالله. سامحني طارق، ثم الاخبار متواتره راهو على قرارات واجراءات قاعده يتخذوا فيها بعض الولايات. ما ندوكم كان بالخبر اللي تاكدنا منه، فما بعض الولايات يمكن شويه اخر باش تعلن على حجر شامل بسرعه. طارق عن المنظمات الدوليه نحب نلفت الانتباه للنقطه هذه، خاصه ميدسان دو موند وميدسان سون فرونتيير عندهم الامكانيه باش يعاونوا. المشكل كيف اللي توا جبدها شكيب، فما اشياء بيروقراطيه واداريه تمنع والا تعطل انسياب العلاقه هذه. زاد راهو ينجموا يعاونوا، عندهم كفاءات وعندهم امكانيه لارسال حتى ناس تعاون، خاصه اللي عندنا جزء من المشكل هو لي ريسورس هيومان، مساله الطب اللي يبداو ناقصين بالاضافه الى التجهيزات. دونك فما امكانيه حتى مع المنظمات هذيك يتم التعاون في الاتجاه اللي حشتنا به. يلا فاصل ونرجع معك خليل، متغشش في موضوع اخر، موضوع مهم وخطير ايضا علاقه بالامل. مرحبا بكم الكل، خليل توت سويت هذا موضوعك اليوم، الحديث على ارهابي. ارهابي تسلل من مطار تونس قرطاج في وضح النهار دون المرور بالاجراءات الحدوديه القانونيه العاديه. تسلل 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 ولا ولا ماخذ راحته وتعدى وتشد في وسط البلاد بعد ما اجتاز الحدود، تشد في دوريه امنيه على ما يبدو. يعني احنا التساؤلات كبيره جدا حول طريقه المرور او التسلل نتاع السيد الارهابي هذايا، حبينا نفهموا اكثر. معنا في المباشر انيس الورتاني كاتب عام النقابه الجهويه لامن المطار. سي انيس مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي اي اف ام. شكرا لك سي انيس، وكم نحن في حاجه الى توضيح من عندكم من داخل المطار. واحنا نعرفوا اللي كل مواطن باش يتعدى يدخل لتونس يلزمو عامل فيش دو بوليس يمدها لامن الحدود ويعرف بنفسه وبمعطياته ويقول انا داخل التراب التونسي، ومن بعد انتم ما تشوفوا السيد هذاك مشتبه فيه ارهابي مواطن صالح الى غير ذلك، مش هكا الامور تصير سي انيس؟ والله الامور تصير فما اجراءات تخدم معناها فيما يخص المرحلين بصفه عامه، معناها تو نحن الاشكاليه وين بالضبط؟
نحن احترمنا ساعة قرارات وزارة الداخلية أنها معناها أخذت إجراءات في رؤساء الوحدات الموجودين، رغم أن من رؤساء الوحدات معناها نحبوش ندخل في دي ديتاي معناها معينين، الناس هذوما ناس أكفاء وناس خدمة. هو هذايا تو باش نحكيو عليه في الآخر بالكل سي أنيس، خاطر هذا لا يهم كثيرا المستمع. اللي يهمنا سي أنيس هو المستمع يرحم والديك سي أنيس. وما معنى مرحل؟ هل هو هذا السيد كي جاي لتونس جاي بصفة أنه مرحل؟ كل مرحل معناها يتخدم بطرق معناها خاصة، ماهوش من يتحسب كأنه مسافر عادي. هذه بريمو، هذه رمية. يعني المسافر من لحظة انه باش يطلع في الطائرة، السلطة التركية اللي صارت معها الواقعة كانت السلطة التركية هي سواء كانت أمنية أو الشركة الناخبة اللي كانت باش تنقل المسافر هذايا، يلزمها تعلم السلطة التونسية بمطار تونس كرتاج ان هي في داخل الطائرة متاعها فما مرحل، ويمنع منعا باتا اعطاء الملف الى المرحل معناها في يده، لا تعطيه اللي سي باسي اللي مدتير القنصلية، ولا ياخذ بالملف نتاعو اللي فيه الفيش تكنيك نتاع الموضوع اللي يخصه هو بالذات. سي أنيس، القنصلية والسفارة التونسية هما اللي مكنوا المرحل هذايا من اللي سي باسي ومن ملف. دونك الدولة التونسية، سمحني سي أنيس فضلك، الدولة التونسية على علم أنه السيد هذايا إرهابي مرحل إلى تونس، دونك نورمالمون يعلموكم. شوف الدولة التونسية ولا الخطوط التركية اللي هي خطوط جوية تعلمكم. اسمعني خلينا نكمل لكم باش تكونوا كاملة، على خاطر من البارح نحن نسمع في برشا كلام. ميرسي. سامحني ما حبيناش ندخلوا، ما حبيناش كذا، فهمتني؟ ناس تحكي على طواطئ وناس تحكي على جوست جاوبني يا سي أنيس، ما عندكم حتى داخل في الموضوع. أنا نحب نعرف السلطات التونسية في تركيا اللي عطات اللي سي باسي للريحاني، سلمت اللي سي باسي للسلطة التركية باش تمدها للمسافر التونسي المرحل هذا اللي كان مسجون غادي، واللي هو طلب المرواح، هو اللي طلب المرواح. السلطة التركية قامت بالإجراءات نتاعها اللي خذت المسافر هذا وجبناه باش ترحلوا على متن الرحلة. ثم دي بروسيديرا حسب الاتفاقيات والقوانين المضبوطة العالمية اللي نظمها الطيران الأمن الطيران الوطني العالمي. ثم شنو ثم اتفاقيات انك منصوص عليها ما تسلمش للمرحل الى معناها الى ما تعطيهوش الوثائق نتاعو باش يتصرف يعبد بها وحده ولا حاجه، يلزم اخوها المسؤولين على الطائره اللي موجودين غاديكا وتعلم السلطه التونسيه قبل ما تطير الطياره في الهواء، تكون نحن على علم اللي بالسيد موجود. رغم هذا نحن على علم اللي بالسيد باش يجي في النهار هذاك، مشينا واتصلنا بالطائره وبالرئيس المحطه اللي هو في حد ذاته ما وصلوش شيلاكس، ما وصلوا حتى اللي الطياره موجود عليها مرحل، فهمتني؟ من 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 الفئه هذا. تقصير من عند شكون سي أنيس؟ اجرائيا الخطوط التركيه هذه اول حاجه نحكيه على امور تقنيه على المستوى الطيران. من هنا ثم تقصير فادح، وهو تقصير يتسمى جرم، فهمتني؟ في حق الدوله التونسيه يلزم ثم دي بروسيديو تتخدم قبل كل شيء. رغم من هذا نحن اتصلنا برئيس المحطه وقلنا له عندك شيء معناها انه ما نعدني في الطياره يعني مرحل، فهمني؟ قال ما وصلتنيش مراسله وما عنديش. الخطوط التونسيه ايضا لم توصلها حتى مراسله، لم تصلها حتى مراسله في الشان هذا، ما وصلتنيش. واتصلنا حتى في تونس كرتاج نفس الشيء ما عنديش. واضح هنا لحد الوقت السيد هبط مع جمله المسافرين، يعني سلموه اللي سي باسي وسلموه التحليل نتاعو وهبط مع جمله المسافرين. النهار هذاك بالذات نفترض اللي ثم رحلات جويه في من جهه من مطار مفيده اللي كان هو في اضراب المطار النهار هذاك بالضبط. انا الزمن دخلت معاهم رحلات برشا كبيره وكانت مبون كبيره برشا، كان ثم التنسيق على مستوى التنظيمي وكل شيء غادي. السيد هذايا والحاجه اللي هامت الهفه والتواتر هو شنو البروسيدور يصير؟ هبط من الطياره مشى عادي ثم الكيشي دي فورماليتي اللي نخبوا فيها من الجوازات، وثم ابواب نتاع الكيشيات هذوما. السيد هذا حل الباب كما قلنا احنا من جمله المسافرين الموجودين اللي كانوا معناها في طواقم طوابير، هذا حل الباب ومر وتعدى وراه خرج على روحه عادي معناها من باجاج من مشي من خرج من باب تاع ديوان وخرج روح. هذه هي اللي صارت بالضبط، التفصيل والتعويم والكتب والتواطع، فهمت شو؟ ناس سهلت وناس هذه مش موجود بتاتا. ولو عندنا وزاره الداخليه عندها هيكلها وتحل هي اللي حال التحقيق وتعرف اللي البروسيدور اللي قاعده تصير هذيك، وهي اللي هي اللي ماخذه على تاخذ الاجراءات هذه. نحن احترمنا قراراتهم واحترمنا اللي ياخذوا الاجراءات اللي قامت بها. اما الحاجه الوحيده اللي نرجعوا لها راهو يجي نقول لك حاجه، رغم الاطارات الامنيه نعاود نرجع هما بيدهم هذوما اللي عندهم تو شهر تالي اللي تمكنوا معناها من
من حاز الكلاشينكوف في الطيارة. وراح هما بيدهم هذوما اللي نحن شركات النقل هذه انتم خذيتوا الخضرتوا الرابي، لكن حجم الكلاشينكوف اللي طلعت في الطيارة اللي جات من داخل الدول الإفريقية فهمتني أكبر جرم من السيد هذا. تعرفش معناتها كلاش في الطيارة معناها دو تورنمون تاع الطيارة. اي بيان سور حكينا عليه، احنا حكينا عليه راه واشدنا بدور اي واحنا كنمدوا هو راهو سي انيس انديبوندامون كيما قلت لك راهو الاقالات والتعيينات هذيا هي تجي نتيجه لقرارات سياسيه. واظن ايضا انه الارهابي هذايا تخلل تونس بقرارات سياسيه ايضا، خاطر ما نتصورش انه الخطوط الجويه التركيه تقرر مصير انه ارهابي يرتع في تونس كما يحب والا لا، يعني فما دوله وفما سفاره الى غير ذلك. اقعد معايا سي انيس فضلك، تفضل خليل. سي انيس يعني ماناش قاعدين نتحدثوا على مساله بسيطه، يعني لازم نكونوا واضحين مع بعضنا في الموضوع هذا. كيما فرحنا بحكايه شدان كلاشينكوف كيما بقينا باهتين كيفاش إرهابي يتعدى قدام عينين الدولة التونسية. إذا الدولة التركية أجرمت في حق الدولة التونسية فهي دولة أخرى، الدولة التونسية ما عندهاش حق تجرم في حق نفسها. نحبوكم توضحونا بالضبط إذا تمت حاجة على غفلة من الفرق الأمنية الموجودة ولا الناس اللي تم أعفائهم واللي ما شكك حد في كفاءتهم، من تتهمون تحديدا؟ ما هيش فقط فوضى المطار، مش من حقكم أنتم تحرصوا في حدود سيادية، مش من حقكم تغلطوا غلطة كما هذه. وذاك علاش رأي كلمة التواطئ مش عليكم أنتم خرجت، نجم تكون منظومة سياسية كاملة. أسيدي فما عباد هبطوا تدوينات قال لك من أدراني أنه الأول ولا نمره 100 ولا نمره 20 هذا ولا نمره 30. إذا أحنا دولتنا يتعدى منها إرهابي محكوم داعش شهادة 6 سنين حبس في تركيا وعنده 6 مناشير تفتيش في تونس، كيفاش تحب الناس ما تثورش وما تغضبش وما تقراش القدام؟ خاصة أن التدفقات هذه راي ما زالت واضحة. لا اللي فهمته أنه الأتراك غلطي، معناه هذا هو معناه المشكلة مايش تونسية، يبدو أنه المشكلة التركية وفرصة أنه شوف كلامك هذا معقول، هذا الخطاب البناء اللي نحبوا نبنيوا عليه. شكيب عنده خطاب بناء خليل ولا شكيب ساعة؟ جاوب في انا جاوب. جاوب في خليل انت يا انيس. سي انيس ورتين. كان معايا والله حتى ماني عارف شكون حتى في البلاتو حتى خليتوني انا فهمت. مرحبا. معناها شوف انا الخطاب هذا نحب نسمعه، هو يحب معناها يدقق اكثر ويحب يعرف انا الهفوه هذه شنو تكون سبب ومش مسموح به. ولو صدقني ريت كيف انت متاثر بالشيء هذا، نحن بيننا رانا متاثرين وممسوسين. ممسوسين هكا ما نسلموش بلادنا باش نخدموا، هو ثم خطا بشري ثم خطا بشري تركي نحن يزن تركش. ما بشري فورت خطا تركي معناتها على بالنسبه للخطوط التركيه. بالنسبه للخطوط التركيه انا من المنبر هذا نطالب السلطات التونسيه اداره الامن الطيران انها تسائل الناس هذوما، خاطر ثم 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 قوانين تضبط الشيء العمل هذا، تسائلهم فهمتني مسائله معناها قانونيه يلزم الدولة تاخذ في شأنها هذه قرار. الناس هذوما ما يلزموش يتصرفوا هكا. لا واللي تنحاو ظلموا زادا، اللي تنحاو اللي شاد الأمن المطار وكذا زادا هذوما مظلومين. عندنا مشكلة مع تركيا ويلزم تحملوا مسؤوليتنا، قيس سعيد لازم يقطع العلاقات مع تركيا على غالب. هذا هو معناه الأتراك اليوم يعدينا في إرهابيين ونحن سي با جراف ماهوش ماهيش سهلة أنك باش تطلع ترى فما قانون راهو ريفو ليه معناه هو بيدو نجم يكون اختار في الطيارة. هو بيدو نجم يكون اختار كيف انت معناها شوف القانون ايش يقول له، يقول له لازمك تعلم، القانون يقول له لازمك تعلم السلطات وقت يبدا هو ابار في الطياره باش تطير قبل ما تطير في الهواء لازمك انت تعلم. هو ما قامش بيه هذا شنو نتاع شنو انت معناها كيفاش تمد الدوسي اللي هو ساعه نورمالمون يكون البي ام تاعو سينيالي ريتو اللي هو هذاك ريفولي معناها الدوسي والله طارق كحليوي لحظه شكي باش نرجع لك طارق تفضل. يعني سي انيس مرحبا طارق كحليوي مرحبا راهو شوف احنا نحترموا كل الاجراءات ونحترموكم وماناش فماش تشكيك في الوطنيه. المره اللي فاتت انا اللي بديت وتحدثت عليه الايقاف الكلاشينكوف واشدنا بشكل مطول بالعمل نتاعكم وباليقظه نتاعكم وطالبنا حتى انه ترجع اكل العمليه نتاع الامنيين اللي سافروا في الرحلات مع الخطوط التونسيه لضمان يعني مراقبه المسائل هذه من نقطه الانطلاق. لكن في نفس الوقت كي تجرى حاجه كيما هكايا نناقشوها ونناقشوها زاد بهدوء. توا تحميل المسؤوليه فقط للطرف التركي راهو غير معقول من الناحيه العقلانيه، فقط الطرف التركي يتحمل مسؤوليه غير معقول. علاش؟ على خاطر هاني جاي اسمعني فقط حاجه هذه. السلطات التونسيه والملحق الامني مفروض اللي في القنصليه في اسطنبول
والسلطات نتاعنا غاديك نتاع الخارجيه في بالهم عطاو لي سي باسي وعندهم المعطى. الخارجيه تقول انا بعثت المعطى للطرف التونسي الاخر الامني الداخلي الداخليه معناتها. علاش شنو المشكله اللي صارت في الكوميونيكاسيون؟ يعني شوف هو الاجراءات اللي تحكي عليها انت من الطرف التركي مش كوميونيكاسيون لحظه من غير ما تختم على سي باسي راه خلص ورقه مش مطبوعه كمل يا رسول الله. انت عندك الطرف التركي ما خدمش خدمته لكن هذيك جست اجراء اضافي. الاجراء الرئيسي هو الطرف التونسي اللي تعلم بعضها واللي نورمالمون انت تستناه ويقع اعلامك وتستناه من عارفك من الطرف المسؤول عليك في الامن نتاع الداخليه يعني مركزيا يعلمك انت باش تستناه وتستناه في الطياره حتى وكان الطرف التركي ما اعلمكش ونورمالمون عندك اسمه. مش هذا فقط، السيد يهبط ما يستناه حتى حد في الطياره وما يطبع له حتى حد ويخرج نورمال اللي هي حاجه غير عاديه. كيفاش هذا ما يطرحش اسئله كبرى وكبرى جدا؟ خلود خلود سي انيس خلود سي انيس ما تعديش على الاعلاميه ما تعديش عليه سي انيس سي انيس تحب تسمع كلمه الحق ولا كلمه الحق؟ راهي توجع اسمعني اسمعني راهي توجع قلبنا على الامنيين وخاصه على الشهداء اللي دفعتهم المؤسسه الامنيه على حوزه البلاد هذه دفاعا عنهم. انا اقول لك في وجهك انتم قليلي كفاءة عندكم المعلومة بتفصيلها وقل لك منين من ملحق الأمني امتعنا في اسطنبول سينيزار القماطي بعث سيلازر اللونجو والمختصة في بالها ويكلمة سيلوت في الصغير اللي شاهد الجوازات الحدود والجوازات والمعلومة عندكم وفي بالكم ولكن قلة الكفاءة امتعكم وكلكم تغطيوا على بعضكم ما ثماش صراحة ثم حتى كفاءة في اللي صار. واحد يتعدى ما غير ما تختم على الورقه نتاعو هذه كبيره من الكبائر ولطفي صغير. انا نحب نفهم كيفاش شيء السيد هذا شاد اداره الحدود والجوازات وتعلقت به فضيحه الباسبورات اللي هي اعطيت للارهابيين وعائلاتهم بشكل ولا بوجه في برشا مجامله. نعطيك معطى ولا سي محمد اللبناني هذا تعرفه ولا؟ هذا مسؤول التسفير في شمال افريقيا الكل، زوجته تونسيه خذات باسبور تونسي وانتم على علم بالموضوع هذا. اقل القليل انه تم تنحيه الناس هذوما وما عندكم حتى مزيه في انكم ترضاو بالتنحيه هذه. هذا اضعف الايمان. خليوه انيس ورتيني تفضل كتبع من نقابه جهويه لامن المطار باش خليك الفرصه باش تجاوب شكيب درويش. يا سي شكيب يعيشك. تو نحن المواضيع فما التفاصيل تخدم فيها انت من حقك في المنبر الاعلامي باش تحكي اللي تحب عليه. انا ما نجمش نقول في الديتاي كيف هناك عندي حقائق. انا مثلا انا من شاني اني اول حاجه ثم جانب التحافظ حاجه بركه باش نقول لكم تقول لي انتم قليلي الكفاءه انتم قليل الكفاءه. انا نقول لك انا بديت معايا معاك من الاول قلت لك هذا الخطاب البناء اللي نحب نسمع من الاخ كعلاوي ريت الماء معناها. اما الخطاب اللي تحكي به انت معناها صوره راه مازم اجي نقول لك انت راك تونسي ومن حقك انك باش تحكي في حاجات الرسمي تصلح للدوله التونسيه ونبنيو بها وطن. فهمتني؟ ماناش نحن جايين رانا جايين نخدموا، ماناش جايين نزيدوا ولا نبيعوا ولا قاعدين هنا عندنا ما نعملوا في عمل اخرى اللي ما تكونش عمل امني. انت عندك دي بتدي ما تحبش تحكي فيهم، انت قلت الجانب التونسي الجانب التونسي مش في تركيا نسق واعطاهم ما يلزم يكمل حتى تكشي للفينيش الجانب هذاك. ريتو ويزم ياكد اللي مسافر طلع في الطياره وما نحبش تدخل فيهم نتاع منها هذوما جمله. انا احترمت قرارات الاداره، يعني انا نقابي احترمت قرار الاداره ومن حق الاداره بالشيخ وهي تعرف تقيم وعندها هيكلها وعندها تفقديات وعندها تعيينات زاد سينيس دخل في تعيينات شكيل فئات شكيل خليه يكمل. خلينا نكمل لك الصوره. انت وقفت معايا حد المسافر، انا باش نحكي لك حاجه اخرى انت ربما ما تعرفهاش. انت حين مصر المسافر الى مكتب مراقبه الجوازات، انت باش تتصور انت المطار معناها باينين فيه حيوط نحن عرفت حواز البوابه رقم واحد البوابه رقم اثنين وثلاثه باش نحلوا للمسافر اللي تعدى. انت قاعد تسافر وقاعد تمشي معناها تنقل ما بين الدول وتعرف انت شنو موجود في المطار في الاريفي في مكان الوصول موجود جيشي تاع بوليس وثما باب تحل وتعدى على روحك. معناها راه مش معناها شادين سلاح نحن على الناس ما سد في بالك. قلت لك ثم تقصير ثم غلطه صارت عفوا ثم غلطه صارت قال لك ماهيش مقصوده ماهيش غلطه ثم انا واضح ثم تظن تتصرف عليها فلوس نخدموا بمواردنا ريتنا بمواردنا البشريه فقط ريتو العلميه ولو التطور والتطور نحن مازلنا متاخرين على شيء هذا. يا نقول لك انا راه هذا يجي نصلحوا به ريكو الخطابي مش شيء عجبك وتقول لي راه لغتك هذه راهي ضعيفه ولا لا. انا نحكي لك اني موجود ما عنديش انا لا حسابات سياسيه ولا ندخل في افكار ولا حتى شيء. نحكي لك انا اللي موجود هو قال اليوم راني بعد اربع ايام دخلت معاكم وتكلمت فهمت تاكد من الحاجه هذه اللي راهو نحن رجال محاسين بالمسؤوليه ونحبوا نخدموا بلادنا. راه جنب فاهمك انا حاس
ما ماناش مقصرين. الناس هذيك تجي من 6 نتاع الصباح ولا 7 نتاع الصباح حتى ولا 11 نتاع الليل. انت نوع علاش باش تنجح لك انت اللي موجود في البلاد الكل، التظاهرات واللي تشوفها انت ثقافيه والحمايه الامنيه والارهابيين هذوما والمهربين واللي تصور في بالك نخدموا فيه كلهم باقي ماناش مقصرين. لو جنفاء ما كان حاجه على 1000 على 4 سنين و5 سنين هنا راهي تصير غلطه، ولا 10 سنين ولا 20 سنه راهي ثم ناس عندها 25 سنه و30 سنه في نفس الدور يخدموا به. هذا مظاهره يتقال المخافيه اعظم زاد بالمناسبه. يا اخي انت كي تعرف حقائق وتعرف مخافيه اعظم والله هذا من حقك انت باش تحكي فيه. انا نحكي لك الملموس ونحكي معك بصدق وبصدر الحب، ما عنديش انا رول من طبعي في شخصي ما نحكيش. يلا هاو خلي الرفيق باش يختم الموضوع. حاجه واحده اتاكد من حاجه هذه، راهو ثم خطا صار صحيح بشري في ما ثماش تنسيق 100% كما يقولوا. فهمت شنو صارت؟ هذا ما صارت معقول وموجود نبنيو عليها. ما تاخذوهاش حاجه راهي خايبه في البلاد، راهي رانا عندنا برشا نجاحات راهو كان والله العظيم صدقني نحكي لك نجاحات حتى ما نجمش نحكي عليها. راهو فايقين برشا اشياء ما عندكش فكر. رانا بانيش حواجز صحيح ما يصير. راهو رانا بشر رجل متهافوا نبنيو عليها بشو ربي انتم اللي في المنابر السياسي ونعرف التوجه نتاعكم الكل اللي موجودين في البلاتو وراني نتابع كيما شان الناس الكل. قلبنا على البلاد ما عندنا حتى توجه لهنا في الموضوع هذا يا سيدي. لا لا كل توجهات وصفه فيه والله قلبنا على البلاد. خليل والله قلبنا على البلاد. لا شيء ولا خلي اي معقول اخي حاجه باهيه بالعكس يا سيدي حاجه باهيه. شو قلت لك انا مشيت معاك في نفس التاريخ ما مش بالعكس. نختموا الموضوع خلينا باهي ارجوكم انا ارجوكم منابر هذه راهو حاجه الوحيده نحب نسكرها راهي صارت هفه داكورد اما راهو ماهوش توت وراهي رساله فيه تخدم اليوم وغدو حتى كان نقلت في اي بقعه. ماناش مسلمين في الوطن نتاعنا وماناش مسلمين في بلادنا ومن حقك باش تنقد والنقد راهو يبني ما يهكسش وما يهدمش. ومن حقك انت حتى كي تبدا عندك نت تفضل انا ربما مش مسموح في اشياء اما اعطيتك للتفاصيل الكل والله لا خليتك شكرا لك حتى شيء. شكرا لك شكرا لك سي انيس الورتيني كاتب عام النقابه الجهويه لامن المطار. خليل تو فما حاجات باش نقفوا عندها. الراجل حملنا المسؤوليه لكل الاطارات الامنيه اللي وقع عزله وناكد انه حتى شيء ما يعفيهم من المسؤوليه رغم كل شيء. ولكن ايضا يجب ان نطرح سؤالات. انا نربط مع كلام شكيب، انت ذكرت الاطارات هذه اللي موجوده مباشره في المطار وذكرت اطارات اخرى موجوده اللي هو رئيس الفرق المختصه اللي هو السيد وزير الداخليه بالنيابه على روحه رئيس حكومه. هل ترى هذوما موجودين في درجه المسؤوليه ولا لا؟ وقت وزاره الخارجيه التونسيه في الليرارشي تعلم السلطات التونسيه بوجود انسان مرحل وتعطيهم رقم الرخصه اللي هو 85-2021. من ادراني انا علاش يمشيوا زاده اربع اطارات ولا خمسه اطارات امنيه كما قالوا من اكفى الاطارات في وسط عمليه كما هكا؟ من ادرانا انه عزلهم ما يخفيش محاوله لتعيين اخرين؟ من ادرانا انه الناس اللي صفقنا لهم على عمليه الكلاشينكوف وصفقنا لهم على التصدي لغزوة المطار يكونوا هما أيضا هدف ويكون الأهمال هذه تعمل أساسا لإيجاد خلل في المطار تترتب عليه جريمة سياسية أخرى ويترتب عليه هذاك علاش طلبنا وتقصير اخر. هذاك علاش طلبنا بكل لطف دايوغ سي انيس الورتيني نشكره برشا كتب عام النقابه الجهويه لامن المطار. طلبنا توضيح الصوره وتحديد المسؤوليات بكل صراحه. قال لنا خطا بشري صار ويصير الخطا البشري في انا مستواه بالضبط اتو نزيدوا نعرفوا المره الجايه ولكن ايضا يحملوا المسؤوليه للخطوط التركيه. شكرا لكم ميرسي بوكو. باش نمشيو توا توت سويت مباشره للزابينغ مع احلام العبدلي. الحوار ما قبل الحوار بدات الاشتراطات وبدات معناها الاملاءات ربما المسبقه والا الشروط المسبقه للجهات السياسيه. يعني فما شكون يقول احنا ما نمشيوش الحوار الا اذا تم اقاله المشي شي والاخر يقول لك انا نمشي الحوار لكن دون شروط. باش نسمعوا حركه النهضه ونسمعوا حركه الشعب. البارح حسام التريقي المستشار الخاص لراشد الغنوشي كان لهنا موجود بحذانا وحكى في جمله من المواضيع بما فيها مساله الحوار. باش نسمعوا في زوز تسجيل معناتها زوز دوز اكستري. قال حتى حد ما عنده الحق باش يغير قواعد اللعبه من وسط المؤسسات وها وقتاش نندموا على دعمنا القيس سعيد. طالما رئيس الجمهوريه ما يحب حد يتعدى له على صلاحياته في الاصل في الاشياء هو ما يتعدى على صلاحيات حتى حد. ونحن نعتقد ان رئيس الجمهوريه بما له من فتنه وذكاء وصبر فهمتني ولا يعرف انه الحركه هذه ماهيش معاديه ليه خلاف اللي قاعدين يقولوا فيه. الحركه هذه ناصحه له والحركه هذه داعمه له والحركه هذه هي التي دعمته في الانتخابات ونحن ماناش ندمين.
وقتاش نندموا نحن؟ وقت اللي يولي الظرف في الدرك، وقت اللي يولي المسان في الدستور، وقت اللي نولي نحكيه على تغيير الدستور مطلقا وبرمته. هذا الكلام غير معقول وغير مقبول. تغيير نظام سياسي، حتى حد ما عنده الحق تغيير نظام سياسي، حتى حد ما عنده الحق في البلاد هذه يغير قواعد اللعبة وهو على رأس مؤسسة من مؤسسات. حتى حد مش ممكن بالإمكان إن واحد يطلع بانتخابات وبعد يقول أنا نحب نغير النظام السياسي بكله. هذا قايمة طبعا هو شو. الآن احنا عنا نقاش في الحركة، باش نكون واضحين، وسيد رئيس الحركة اليوم كان باش يدخل يتكلم في حوار فيه مضامين واضحة لكل الأطراف، لأنه نحن كحركة ما عادش قادرين نصبروا على الوضع، لأنه نحن أكثر حزب قاعد الآن مضام ويحمل جميع المسؤوليات، وعلى ذلك الحركة ما عادش قادرة تصبر على الوضع الآن. البارح نطق الرسمي باسم حركة، عفوا، رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري كان عمل تصريح وقال انه لن نقبل باي شروط مسبقة قبل الخوض في الحوار الوطني. لهنا سامي الطريقي المستشار لراشد الغنوشي يقول انه حركة النهضة عندها امور ما تبش تطالب بها قبل ان تمر الى خيار اخر، وخاصة ابرز الامور باش تطالب بها تطلب من هشام المشيشي ان يحكم وتطلب اصلاح القصبة. سينو باش نمشيو للسيناريو اللي باش نسمعوه. الحل بالنسبة لحركة النهضة شنو؟ أولا الآن نتوجه للسيد رئيس الحكومة، هذا كان استدوينتي سيد رئيس الحكومة، نحن لا نطالب بالاستقالة، ومش احنا نخترناه، ولكن احنا تعاملنا مع واقع كما قبل تعاملنا مع واقع سيد يوسف الشاهد. اليوم الحركة تطالب السيد رئيس الحكومة أن يحكم، هذا واحد. ساعة اثنين، ساعة هذا سيمر عبر إصلاح القصبة. نحن الوضع اللي في القصبة الآن مناش مرتاحين له برشا، احنا رانا مناش نطيبوا الخير، احنا مناش نعملوا في كالة للحكومة. نحن حاجتين، يا الحكومة هذه اللي نحن نسندوا فيها ومتحملين مسؤولياتها نمشيوا معاها في ثنية كاملة، وعلى ذلك فإن الأطراف المشاركة لنا تتحمل معنا المسؤوليات، مش يركب معايا في السفينة ويقول لي حركة النهضة ويخليني أنا نتسب من قبل الشعب التونسي كامل. هذا أنا ما عادش قابلين به. لو ما مشيناش في الوضع هذايا وما قبلوش به الناس وما أذعناش الناس كل الحق، رانا ممكن احنا ايضا نمشيو للحلول القصوية، وهي مستعدين نحنا انه نمشيو بعد ما نشوفوا الحلول الدستورية، انه لو لزم باش نمشيو لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة نمشيو لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. شكرا سيمي الطريق، يعطيك صح. اي حكومة سياسية يقودها هشام المشيشي ويحكم والنهضة معاه وحسب نتائج الانتخابات. اخر قرار هذا على ما يبدو لراشد الغنوشي وحركة النهضة طارق، لا هو فما زوز أراء، هو هذي رأي رئيس الحركة، هو طبعا سامي طريقي قريب من رأي من راشد الغنوشي مستشار خاص، لكن فما أراء أخرى داخل حركة النهضة، فما نقاش داخلهم على شنو يحبوا يعملوا. خلينا نرجع بالله، هو السبيرال هذا كل ناتج على اللقاء اللي صار بين لطفي زيتون وقيس سعيد. خلينا نبدأ ساعة بالمعطيات. أولا ما فماش راهو طلب من قيس سعيد أنه يلتقي مع راشد الغنوشي، وبلغه لطفي زيتون لراشد الغنوشي. اللي فما هو مبادرة من لطفي زيتون لمحاولة إصلاح العلاقة. يمشي سيد رئيس حركة النهضة البارح يخرج بلاغ، اللي أنا نجم نقول لك نص البلاغ اللي يبدو ما طلعش عليه حتى لطفي زيتون قبل، أو أصلا ما في بلوش لطفي زيتون، سيتم الإعلان على أنه صار لقاء بشويه عاد لحظه بعد ما تعمل بعد ما تم الاعلان بشويه لحظه. البلاغ مش قلقني انا، بلاغ قلق نقول الرئيس اللي فيه شنو. انا راجل غنوشي به هاني، انا تو باش نتلازل وساقبل اني نلتقي معك. وفي نفس النهار يخرج خبر رسمي على الحوار اللي عملته، وانا ربما قلت عليك حاجات خايبه، وساعلن على مبادره انت باش تقلقك، هاني باش ناجله وبركة خلنا نعملوا لقاء. خلنا نقول لك اللي براتيك ما ليس لا يوجد اتفاق على مبدأ اللقاء، ما هوش مش يتقابلوا معناها، لا يوجد حتى التوى مبدأ القيام بلقاء. خلنا نبدأ بهذا اثنين توى نمشي توى خلنا نمشي اثنين. وفي اللقاء اللي عملوا البارح مع رضا اللي مش نبعد انه نحكيه فليه ما تمش الحكي حديث على انه بالعكس هو رجوع لما قبل الانتخابات للحزام الاصلي بتاع قيس سعيد بعد تحدث عليه داخل النهضة. في المقابل بالإضافة اللي قال عليه سي سامي اللي هو أنه حكومة سياسية وأنا ماذا بي، أنا واحد بالناس معاه تحمل المسؤولية، النهضة تحمل مسؤوليتها وتمشي تتفاوض مع صندوق النقد وتقول للتوانسة هاو باش نغليه وهاو باش نعمله وتسيطرة بوضوح، مش الحالة الأخرى اللي قال عليها انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ليست في يد حركة النهضة، هذه مش هي اللي تقررها، لكن ربما فما شكون زاد داخل حركة النهضة يتحدثوا على حكومة أخرى سياسية بدون المشيشي، وهذا ليس رأي راشد الغنوشي، وربما اصلا يتحدثوا على مرشحين طارق. منهم مثلا سي مصطفى بن جعفر مثل سي الشابي وربما حتى من داخل حركة النهضة. يعني انا نحب نقول اللي الحكاية راهي مدردرة برشا برشا، واللي يحكي عليه سي سامي هو جزء فقط من الحكاية المدردرة، هو الموقف الحالي لحركة النهضة. قال كلام في وسط الحديث، قال
مش ممكن يركب معانا مع حركة النهضة ويخلينا نتحمله في المسؤولية قدام الشعب. هذه مقدمة لماذا؟ كذيف لها أنت. احنا مستعدين لانتخابات تشريعية مبكرة وغيره، معناها حطوا سيناريوهات الكل. أنا أعتقد لتو أنه اللي يعتقد أنه في مأمن، هذا رئيس الحكومة ليس في مأمن إطلاقا من أي شيء يمكن يقع. خاصة وأنا هنا نحب ناخذ من عندك معطيات وممكن نسألك تفسر لنا التحالف السعيدي الزيتوني اللينيني، هل هو بالحق مقدمة لإطلاق رصاصة الرحمة على الحوار الوطني القديم وبداية صفقة حقيقية بين حركة النهضة والرئاسة ولا لا؟ الناس كل تحكي في هذا وحتى واحد ما جاوب وعطانا العقار الشافي. الأكيد أن الغنوش يبطل من الحوار بعد فاصل. شكيب نحب نسألك سعيد، هو قال في قراءة سياسية أخرى يقال أنه اليوم بالذات في الفترة هذه هشام المشيشي سياسيا سيد نفسه، يا إما يرجع المبادرة رئيس الجمهورية وهذا يقلق طرف معين، وإلا يستقيل، وإلا هما ينحي وهما ينجموش على خاطر ما يعرفوش اللي باش يتحط هو باش يتعدى باش ياخذ معناه باش يعدي القسم أمام الرئيس وإلا لا. لا لا دو توت لي فاسون نرجع بعد الفاصل. بيدس الكل اي ديما تسمعوا شويه فوضى خاطر وقت يبدا فما فاصل لهنا ما نحكي لكمش. والناس خليني نبدا واضح، مش كان احنا حتى احلام موجوده في الفوضى. خلينا نبدا احلام خاطر تتوجهوا لنا نحن باصابع الاتهام. ومحمد مرزوقي والمخرج معاك محمد عاقل. فوضى محمد عاقل، احلام تظهر امانه ثلاثه حاجات على السريع. امان ثلاثه حاجات على السريع خاطر قلت امان ثلاثه حاجات على السريع. معني امان انا نسكت، تفضل سي شيك. ثلاثه حاجات على السريع. لولا فما ثلاثة من ناس وثلاثة رؤوس مستفيدة من حالة التعكير والتعفين هذه، المشيشي أن الأمور تتعفن هذا يبقيه ويستمر في رئاسة الحكومة، قيس عايد تتعفن الأمور نجم يعدي الأجندة بتاع هذيك الانتخابات من تحت الفوق وهلو مجر ورضا لينين، والغنوشي مستفيد أن التعفن هذا قاعد يخلق في حالة إجماع نهضاوي حوله. آخر لقاء عمله رجل غنوشي مع كتاب العميد الجهويين، تعرفش قال لهم؟ قال لهم قيس عيد يحب ينقلب علينا ويحب يعمل لنا كيما عمل محمد علي باشا في المماليك في مذبحة القلعة. هذه الأول. الحاجة الثانية اللي حبيت نقولها لك أنه اليوم ثم تقول لي علاش ألاز برشا مرتاح ياسر سي هشام المشيش، مش قصة أنه يضغط عليهم أنه نجم يسلم الأمر للقيس عيد، لا، مسخن كتافه بنبيل القروي حصرا وبقلب تونس من بعده، لأنه عنده التزام وتعهد يمشي هشام المشيشي قلب تونس بشكل بالطاولة على الجميع بما فيها الغنوشي في رئاسه للبرلمان. ثم استياء نهضاوي مما يحصل في القصبة، وقلت البارح بالنسبة ليهم الدائرة الضيقة الصغيرة اللي تحكم في القصبة هي هشام المشيشي رشاد بن رمضان الذهبي ومعز مقدم، الدائرة الأكبر شوية هي أصدقاء والقريبين من حسون الناصفي ومن تحية تونس. هذاك علاش فما طلب رئيسي، أم الطلبات اليوم أنه تتسيس القصبة وجوه وازنة من طرف كل الحزاب، ولكن يبقى هشام المشيشي رئيس حكومة ويبقى مشيشي على رأس الحكومة. لكن اللي قالوا شكيب ينجم يهز الاستنتاج في السؤال اللي سألته، أعطاه زاوية من الزوايا. معناتها توصيفك أنت معناها العملية الوساطة هذه موجودة باش تزيد ضيع وقت التوانسة، أن وجهة النظر مش متقاربة جملة، أن الرئيس يحب يحكم بالوزراء متاعه والأخرين يحبوا يمروا للسرعة القصوى. إذن احنا قاعدين في وساطة تقريبا ميتة وباش تهزنا للحلول من خارج قانون اللعبة الموجود تو، وممكن تهزنا فعلا لحكاية الانتخابات. بقي غنطة الحوار انتحنا بعد، مهم أن نشيروا له، المهم جدا. ولا فما يعني جزء من ورقات التفاوض اللي موجودة هو مسألة الحوار، يعني استعمل فعلا رجل غنطة هو ألغى حوار كي سيبث مباشر بحذيك مباشر، هو كيف شدعاته بطل ما مشيش. أنا مش بالضبط هذا المعلومة، هو الحوار تعدى عندك، هو المعلومة اللي عندي الحوار تعدى عندك، لأنه في سامي طريقي اللي قالوا هذاك اللي كان باش يتقال في حوار رجل غنوشي في ومعروف مسبقا شنو مضمون الحوار، وبالتالي معناتها ماهيش مفاجأة شنو كان تم استعمالك ورقة تفاوض. انا عندي تعليق بركة على التعفين، راهو التعفين والمفاجأة الفعلية في هذا الكل مش شيء من الشارع، خاطر التعفين هذا وين مش يهز ومعها قرارات لفامي ومعها الزيادات في الاسعار راهو العامل اللي الجماعة كل معناتها ما همش باخذينه بعين الاعتبار، اللي الشارع قاعد يسخن. تعرف احنا قاعدين نحكيه توا في سوق جديد في سيدي بوزيد،
شاحلة في الشارع، الناس في مواجهات مع البوليس، وهذا باش يجرى وسيتكثف. نحن مستنسين مو جانفي، هو موسم الاحتجاجات، راهو المرة هذه ربما يصير استثناء ويكون في الصيف. باش نمشي ونسمعوا توا الجانب الآخر، حكينا على عماد الخميري وحكينا على سامي الطريقي اللي كان ضيفنا لهنا البارح، وكنا نسمعوا معناها المشيشي يحكم إصلاح القصبة، ونعرفوا أنه هو يحكي تحديدا سامي الطريقي على حركة تحية تونس وعلى كتلة الإصلاح البارح اللي حكي عليهم، ويعتبر وأنه الناس هذه تحكم مع حركة النهضة لكنها تتفصى من مسؤولية الاشتراك في الحكم مع حركة النهضة. النيابة عن حركة الشعب ليلى حداد البارح تقول أنه حركة الشعب لديها شروط قبل الدخول في الحوار، وأبرزها وأنه الحوار هو محتوى سياسي قبل كل شيء. أبرز شروط حركة الشعب هي استقالة المشيشي من أجل انطلاق في الحوار. مرتقب أنه هو باش يتقابل مع عديد الأحزاب السياسية، المهم المضامين، المهم ما فهو اللقاء وما هو النتائج ذاك اللقاء اللي احنا ننتظر فيه، وليس اللقاء لمجرد اللقاء. وإحنا حركة الشعب طبعا لنا شروط، واستقالة المشيشي من بين أهم الشروط لانطلاق الحوار الوطني، المضامين السياسية قبل أي مضامين أخرى، تقليل استقالة المشيشي باعتبار أن بالنسبة لنا فشلا سريعا لم يكن يعني في كل المحطات. البارح وخلال لقاء برضا لينين، نعرفوا أن رضا لينين شهرته بيانسور رضا المكي هو من بين أبرز الشخصيات اللي كانت شاركت في الحملة الرئاسية للرئيس قيس سعيد، وتكلمت وقتها باسم البرنامج الانتخابي متاعه اللي معناها في نظرة بيانسور رضا لينين والمجموعة اللي كانت معاه، البرنامج الانتخابي أو التوجه السياسي اللي رجع قيس سعيد رئيس الجمهورية يحكي عليه بقوة الجمعة هذية لسحب الوكالة الشرعية تبدأ من أسفل إلى الأعلى، معناتها الحكم للشباب وما إلى ذلك. رجع رئيس الدولة يحكي بصفة مكثفة على برنامجه الانتخابي وينفي مسألة اللجان الشعبية اللي اعتبرها اللي حكي عليها البارح بصفة متحكمة وما إلى ذلك، معناتها بالتزامن مع الحديث على الحوار الوطني وإلا على وساطة والتقاء مع راشد الغنوشي، هو بيدو زاد رئيس الدولة يكثف أو يسترجع البرنامج متاعه. الأزمة أصبحت أداة من أدوات الحكم يقول قيس سعيد، وهناك اشتراك للمشاكل وخلق للأزمات. مع الأزمة ولات أداة من أدوات الحكم. من شروط الاستمرار. هذه كل المشاكل حاولنا نتجاوزوها، وتجاوزنا الفكر التقليدي، حاولنا نخلق مفاهيم جديدة مختلفة تماماً، على نقاشات فكرية متناغمة مع المرحلة التاريخية اللي تعيشها تونس. لأن بديت ساعة المشاورة شهرين الحكومة الأول كانت ما والمجلس مازال، عن بعد جاءت الحكومة الثانية، جاء الكوفيد والمراسم المراسيم، وثم اليوم القضية تفهمنا على حاجة نلقاو تحالفات مع أشخاص آخرين. يا سيدي جا نلتقيه على برنامج، نلتقيه على تصور، معنى الكل مسائل اللي تم اختلاقها باش الناس تقعد تجتر في هالمشاكل هذي، يجتروا في المشاكل ويخلقوا في الأزمات. يشكيلوا قالوا راه ما همش فاهميني وما يحبوش يفهموا اللي أنا في الطريق الصواب، وهو صاحبه راه رضا لينين في الأخر شكيب، معناه تحسوا الرئيس البارح محلاق عيدة بحلاها قعيده بالحق. انا نعرفش انا تقهوج ولا مريتش خاطر كابوسانات، اما انا حسيت روحي قدام دو زوفني، معنا عرفتك اللي زوفني باش توانسه يعرفوا واش معناها اوفني، معناها اوبجي فولون نون ايدنتيفي، معناها حاجه طبق طائر غريب مجهول كذا، زوز هكاك اطباق طائره غريبه مجهوله غير معلوم. هذا واحد. اثنين، تقول لي انه اللي قالوا ما اخترعش العجله، على فكره في موضوع امريكا ريكول وغير راو ولايات، بعض الولايات اتحادين ما ثمش منه حكايه الريفوكابيليتي هذه نتاع ليموندا. اولا فما قصتين دو زاكس كبار، موضوع تخليق السياسه وموضوع توسيع مشاركه الناس في القرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا، هذه اشتغلت عليها الناس ولقات هنسه. نرجع ونسكر الموضوع، اي ماشي كيما حكينا فيه وقت لي قيس سعيد مترشح. خلينا في السياق السياسي الحالي، اللقاء هذايا شنو ينجم يمثل في علاقه بالوساطه باللقاءات المنتظره؟ بكلام ليلى حداد انه سيتقابل مع الاحزاب لتقرير مصير الحكومه. خلينا باش نقول حاجه، فما مشكل، فما عندك لاش سنتيمونتال، فما ناس تعاني من
لو ديكالاج سنتيمونتال، بمعنى انه البلاد اولوياتها في جهه وفي واد، هو في واد اخر. هو في صلب حاجة نجم نحترم عليها حركة الشعب، لأنه هذا كان الموقف من البداية، يعتبروا رئيس الحكومة تحالف مع خصومهم السياسيين، وطرحان استقالته أسهل حاجة في العالم. رئيس الحكومة نجم يخرج يستقيل حتى على هذه حكاية المطار برك، يقول لتوانسة راني خنت الأمانة وخليت إرهابي يتعدى، يستقيل على تعذيب الطفولة في السجوم، يختار أي شكل وطني يستقيل به. بالنسبة لقيس سعيد، قيس سعيد ورضا شهاب المكي، نعطيك معلومة، قيس سعيد ورضا شهاب المكي موضوع آخر، يحكيوا في البروجي بوليتيك نتاعهم يخدموه عنده سنوات. نمشي نذكرك في حاجة، رضا شهاب المكي دوب ما صارت 14 جانفي ما حبش يعمل حزب، عمل مجموعة اسمها قوى تونس الحرة، لأنه شكل التنظيم الحزبي هو قيس سعيد رافضينه، يمنوا بالتنظيم الذاتي للحشود هذه الشعبية. يلا شكرا خلي. هذا مشروع تحملوا باشا هذا نرجع له في التحليل كيفاش قيس سعيد يفكر وفي علاقة بالماضي امتاعه. محمد عنده كلمة باش يقولها. محمد مرزوقي تفضل. مرحبا خلود، مرحبا بالولاد. أنا حبيت نقول للأولاد بما أنهم هما تحدثوا مع الحكومة في مسألة كوفيد وقالوا من بين أهم الأسباب اللي انتشرت فيها الكوفيد رجوع الجماهير، نحب نبشركم اللي استجابت لكم الحكومة وزاد أعطت في فينال الكوب 1000 تذكرة الجماهير النادي الإفريقي نادي صفاقس. الكلمة ليك متى، وبعد الأخبار ثم يكون معنا عايشي زميل هو نائب عن سليانة وكذلك رئيس